بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة شعبة المحاسبة، إن شاء الله هنستكمل مع بعض محاضرات مادة Internal Audit and Control، وبإذن الله دي هتكون المحاضرة الأخيرة Lecture 14 واللي هنتكلم فيها عن Communicating Internal Audit Result. كإنترودكشن للموضوع، من المعروف إن الأوديت ريبورت are the most important end product of the internal auditing process. اي عمليه انترنال اوديت المنتج النهائي فيها دايما هو ريبورت اللي بيطلعه الانترنال اوديت، and are a major tool to describe internal audit activities for people both inside and outside of the enterprise. البرودكت النهائي اللي هو الاوديت ريبورت كمان بقدر اعتبره كوسيله علشان اوضح للي هيستخدمه الريبورت ده اليوزرز ايه هي الاكتيفيتيز اللي قام بيها الانترنال اوديتورز علشان في الاخر يوصلني للريبورت ده، سواء كانوا انسايد اور اوتسايد ذا انتربرايز. لان زي ما احنا عرفنا في ليكتشر 7 ان انا عندي في نوعين، او لما كنا بنتكلم مين هو بينيفيت فروم انترنال اوديت، قلنا ان انا عندي اطراف or parties بتستفيد directly from internal audit اللي هم board of directors and management، وهم دايما internal parties، والexternal او outside parties ودول بيستفيدوا من internal audit مع انها internal بس بيستفيد منها استفادة indirect غير مباشر. an effective audit report، علشان الaudit report يكون effective should engage its audience ranging from members of the board audit committee to involved management by discussing the risk and the issues that were part of the report and then developing action plans based on the report recommendations. لازم كمان الريبورت يوضح ايه هي الريسك وايه هي الايشوز اللي كانت جزء من عملية الانترنال اوديت اللي ده المنتج النهائي بتاعها هو الريبورت. وكمان لازم او يفترض، لان اذا كلمة لازم ديت must مش موجودة في مجال الانترنال اوديت ريبورت لسبب بسيط جدا، واحنا كنا تعرضنا للنقطة دي واحنا بنقارن ما بين الانترنال اوديت والاكسترنال اوديت. قلنا ان الريبورت في مجال الانترنال اوديت not standardized report، ما هوش محدد، شكله مش محدد، مش ثابت، مفيش حاجة بتقول لازم يبقى كذا وكذا وكذا. عشان كده دايما هتلاقينا بنستخدم على مدار الليكتشر دي كلمة should، يعني المفروض يكون في كذا، يعني يفضل يكون في كذا، علشان لو الحاجة دي موجودة الاوديت ريبورت هيكون more effective. and then developing action plans، لازم كمان يوضح، المفروض يوضح ايه هي الاكشن بلانز اللي ممكن المفروض ان احنا نقوم بيها في ضوء الريكومنديشنز اللي انتهى اليها الريبورت. بناء على هذا الكلام احنا نزيس ليكتشر عندنا مين ليرنينج اوبجكتيفز. نمبر 1، عايزين نعرف مين ايتيمز انترنال اوديت ريبورت شوت كفر. نمبر 2، عايزين نشوف ايه هي الببلشد اوديت ريبورت فورمات. 3، the characteristics of an effective internal audit report. 4, the main contents of good audit report findings. يعني بدأ بقى خلصنا الكاركترستيك اللي بتخليني ابقى عارف اذا ان ده effective internal audit report. طب ايه هي اهم الكونتنت اللي تخلي الفايندينج good؟ ايه هي اهم المحتويات اللي لازم تبقى موجوده في جزء الفايندينج؟ لان انا دايما هدفي سواء كان ايا كان الاوديت ريبورت اللي واصلني اروح ابص ايه هي النتيجه اللي وصل لها. نمبر 5، some techniques to provide a better or balanced audit report. شويه كده تكنيكس تخلي الاوديت ريبورت يكون افضل او يكون اكثر توازن. and finally number 6، alternative audit report formats. يعني هل في اشكال تانية غير الشكل اللي احنا هنتكلم عنه؟ ده اللي هنعرفه في نهاية الليكتشر. نبدأ
أول حاجة internal audit report should always cover or include the following. لازم يكون جواه مجموعة من الحاجات اللي هي المكونات الرئيسية للـ internal audit report. أول حاجة number one audit objectives, timing and scope of the review or examination. الانترنال اوديت ريبورت لازم يوضح لي او يلخص should summarize، لان استحالة الحاجات دي ممكن اقدر احطها بالتفصيل كده، الاوديت ريبورت هيبقى ايه طويل جدا. The main objectives of the review، ايه هي الاهداف الاساسية، and where and when the review took place، تعمل امتى وفين. It might disclose that the audit was performed as a request of the audit committee or was initiated as the result of a discovered fraud. يعني كمان ممكن يوضح لي هو اصلا الانترنال اوديت ريبورت ده او الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي الريبورت ده المنتج النهائي بتاعه اتعملت ليه، هل هي بناء على ريكويست من الاوديت كوميتي، يعني من الاخر request من البورد اوف دايركتورز لان هي احد الكوميتيز المنبثقه عنه، or was initiated او اتعملت اصلا كنتيجه لفرود تم اكتشافه من جانب الانترنال اوديت ديبارتمنت. فساعتها مين اللي خلانا نعمل احنا من نفسنا نتيجه للي احنا اكتشفناه. كمان نمبر 2 لازم يكون في description of audit report finding. The report describes what if anything is wrong. لو في حاجة غلط طبعا لازم الريبورت يوضح. على سبيل المثال internal control weakness, violations of company procedures, with the conditions found as well as why it is wrong. يعني مش مجرد يقول ان انا لقينا حاجة غلط وخلاص، لازم كمان to dig into the causes. ليه ايه الاسباب اللي ادت لان انا اوصل لهذه النتائج. نمبر 3 suggestions for corrective actions. الانترنال اوديتور اذا مجرد عرض النتائج وسكت هو كده ما فاتش ما ضافش فاليو كفايه للاورجانيزيشن، لازم تو بي مور فاليو اديد، لازم يقول لي كمان اعمل ايه علشان اصحح الديفيشنز او المشاكل اللي احنا اكتشفناها. Based on the audit findings, audit report should include recommendations to correct the conditions observed and their causes or to improve operations. Number 4, documentations of plans and a clarification of views of the audit. زي ما اتكلمنا لما كنا بنتكلم عن الاوديت working papers، لازم الريبورت يوضح plans and the clarification of views of the audit. هنا اللي انا بعمل له audit the function that has been audited can formally file a mitigating circumstance or clarification response to the internal audit finding and state plans for corrective actions in response to those audit findings and recommendations. لو كان في اي actions اخدها ال department او الfunction اللي بيتم مراجعتها لازم يتم توضيح الresponses دي مع الaudit report. طيب ايه بقى شكل الaudit report؟ what the format of internal audit report؟ زي ما احنا قلنا ونفكرك تاني ان ده not a standardized report، ولكن الفورمات ده بيتضمن الحاجات اللي المفروض اي audit report يكون جواه هذه المكونات او العناصر دي. No matter the subject of the internal audit، ايا كان هو الانترنال audit كانت بتعمل ايه بالظبط، formal audit report should always cover a similar general format. It should have the following elements. لازم يتضمن مجموعة من الحاجات أو العناصر الأساسية. Number one,
Report addresses and companies. هو الريبورت ده موجه لمين؟ An audit report should always be addressed to one person, usually one organizational level above the auditee. The auditee's manager, members of senior management or external auditor. لازم اوضح مين اللي موجه ليه هذا الريبورت. To كذا رايح لفلان. And companies. مين اللي هيستلم برضو نسخة من هذا report. Number two. Title of the report and the objectives of the review. لازم الريبورت يكون ليه title. A brief definitive title tells the reader what is contained in the audit report. أول ما يمسكه كده وبشوف التايتل بتاعه هنعرف الريبورت ده المفروض هيبقى جواه ايه, especially the objectives of the review. وكمان من خلاله هقدر اعرف الاوبجكتيفز لو كان التايتل معمول بطريقه مظبوطه, ولازم يكون بريف, يعني ما ينفعش اعمل تايتل سطرين ده كده مش تايتل. نمبر 3 audit scope and the date of the field work. يعني ما على سبيل المثال for example the report covers a review of the purchasing function for electronic components at the XYZ division. لو انا حطيت الستيتمنت دي will lead the reader to expect a different report than a statement that the audit covered just the purchasing function. لازم يكون الاوديت سكوب واضح ومحدد وبيبين لي هو احنا عملنا ايه, وبالاضافه ل to the date of the field work. Number 4 locations visited and the timing of the audit. علشان احدد او عشان اعمل السكوب ده تحقيقا للاوبجكتيفز اللي احنا حددناها, لازم كمان يوضح لي ايه هي اللوكيشنز اللي زارها الانترنال اوديتورز وزاروها امتى. Because of potential delays in audit reports due to time may pass between the conducting of the field work and the publishing of the final audit report. احيانا بتمر فتره زمنيه ممكن تكون كبيرة ما بين البروسيجرز اللي اتعملت او الفيلد وورك عشان اقدر اوصل للريزلتس والبابليشنج النهائي للفاينل اوديت ريبورت. خلال الفترة دي ممكن تحصل حاجات كتير, عشان كده الريبورت should clearly state when the audit field work was performed امتى, and also mention the locations visited وامتى وفين. Number 5 audit procedures performed. خلاص عرفنا التوقيت والمكان, طب عملتوا ايه بالظبط, ايه هي البروسيجرز. طبعا شفتوا ان في انواع كتير جدا من الاوديت بروسيجرز, منها المانيوال ومنها الكمبيوتر اسيستد. ايه هي بالظبط اللي اتعملت. A brief paragraph describing the audit procedures performed is often very helpful to the report reader. This information is particularly useful if internal auditor has performed some special testing procedures in order to arrive audit opinion. Number 6. Auditor's opinion based on the result of the review. لازم ينتهي الريبورت بالopinion. ما أنا لو عرضت شوية إجراءات procedures بناء على objective معين وين اند وير وايه هي البروسيجرز اللي اتعملت, ايه هي بقى الاوبينيون بتاع الاوديتور. انا محتاج اعرف في الاخر باختصار كده لو عايز افوت كل ده وصل لايه. An internal audit report should always have some fairly general assessment of the overall adequacy of the controls or other concerns in the area reviewed, على حسب طبعا الاوبجكتيف الخاص بعمليه الانترنال اوديت. For example, we found the controls in the area reviewed to be adequate except for, ده إذا لقى إن هي كانت adequate فيما عدا بعض الحاجات. Or for another example, we found that most controls were good and were operating as installed. لازم ينتهي بـ auditor opinion. للفورمات الخاص بالانترنال اوديت
ريبورت. طب ايه هي اهم الكاركترستيك of an effective internal audit report؟ هي الحاجات اللي لما الاقيها او المفروض تتوفر علشان الـ internal audit report يكون effective. Number one, it includes a brief summary. يعني اول ما هتيجي تفتح report هتلاقي فيه ايه؟ ملخص, abstract, يوضح لي. Yeah, it should start with discussing the critical issues and then summarize the details. ده هيفيد بإيه؟ This will attract the attention of management readers before it is necessary to get into the report's details. هتحط له كده جملة في الأول تقول له this report covered كذا and concluded كذا. فهو هيبدأ الله طب ده إيه إزاي وصل للفايندينج دي؟ هتبقى عايز تعرف تدخل جوه التفاصيل او الديتيلز بتاعت الايه الريبورت. فهو الهدف من البريف سامري ده ان هو ايه تو اتراكت ذا اتنشن اوف ذا ريدر. نمبر 2, ذا سنترال مسج اوف ذا ريبورت. ذا ريبورت شود هايلايت واي ذا ريدر شود بي كونسيرند اباوت ذا انترنال اوديتورز ريكومنديشنز. لازم يبتدي يوضح ايه هي اهميه الموضوع علشان يجذب اكتر الايه الريدر ان هو يدخل داخل تفاصيل الريبورت. As well as the risks of not following those recommendations. ويوضح كمان ده يبقى احسن ان انا اقول له ايه لو انت ما عملتش اللي احنا نصحناك بيه داخل هذا الريبورت في ريسك هيقع عليك. فيبتدي الموضوع يجذب الريدر اكتر للريبورت عشان كده يعتبر effective internal audit report. يبقى number one انه يكون فيه brief summary, يكون فيه central message, highlight why you should be concerned about the report. Number three, the use of techniques like graphics and illustrative charts to help deliver findings. هيبقى more effective لو انا بدل ما اقعد اكتب كلام اوصف بيه الفايندينج او النتائج اللي انا وصلت لها ان انا استخدم جرافز وشارتس. الرسومات دي او الحاجات البيانيه اللي بتوضح دي هتساعد في توصيل الفايندينج بصوره افضل واسرع من ان انا اقعد اقراها في صوره عبارات وكلام. Number 4, a report يكون short and simple sentences and words the audience understand. لازم استخدم عبارات تكون قصيرة بسيطة وما استخدمش كلمات يصعب على اي حد ان هو يفهمها. نبص على الاكزامبل ده. Internal audits covering an area such as IT operating system security is involved in a very technical area. دخل في تفاصيل technical قوي مش اي حد يفهمها. However, the report should attempt. لازم الريبورت في الحالة دي يحاول to use words and phrases that most readers can understand. ما استخدملوش مصطلحات هو مش فاهمها. احاول ابسط simplify the words على قد ما اقدر بحيث ان الاندرستاندابيلتي بتاعت الريبورت تكون اعلى اي حد يقراه يفهمه من غير ما يحتاج ان هو يسال حد طب انا مش فاهم الحته دي. ما تبقاش الديتيلز والتفاصيل والفريز المستخدمه معقده ويصعب فهمها على اي حد. كده يبقى مور افكتيف انترنال اوديت ريبورت. طيب تعالى بقى ندخل في ايه في الجزء الخاص بالفايندينج علشان يبقى عندي جود اوديت ريبورت فايندينج. المفروض يكون جواها ايه في الجزء بتاع الفايندينج ده او النتائج. جود اوديت ريبورت فايندينج شود كونتين ذا فولوينج. علشان يكون الجزء الخاص بالنتائج اقدر اعتبره considered good لازم يكون جواه مجموعه من الحاجات. نمبر 1, ستيتمنت اوف كونديشن what has been found. لازم يوضح لي الوضع الحالي جواه ايه لقينا ايه.
The first sentence in a report finding should usually summarize the result of internal audit's review of the concerned area. يوصف لي الوضع الحالي، ايه اللي اكتشفوه او ايه اللي تم العثور عليه من خلال الـ internal audit procedures اللي اتعمل. Number 2، لازم يوضح لي هي الكرايتيريا internal audits criteria for presenting the finding. ايه هي المعيار او الكرايتيريا انت اعتمدت عليه علشان تقول ان النتيجة دي كويسة ولا مش كويسة. Audit finding should always have a criterion based used in judging the statement of condition. عرضت ال statement of condition، ابدأ تقول لي ايه الكرايتيريا اللي تحكم بيها. This criteria may be the policies, procedures and standards of an enterprise. طب لو مفيش او موجود وانا عايز اعتمد على حاجة تانية. In some instances internal auditor must develop his own criteria. زي ايه؟ هناخد 4 examples. Number 1 or A، extreme cases of inadequate performance as criteria for the report finding. يعني وانا بعرض هنا الفايندينج هقول له بقى ده انا هقارن لك باكستريم كيس، حالة شديدة جدا، حاجة مثلا very bad، عشان اقول لك ان الحاجة اللي احنا اكتشفناها دي ما ينفعش يتسكت عليها. يعني بص كده على الاكزامبل، extreme will cause internal audit to state that some observed condition was almost as bad as not. وابدأ اقول له اسم الايه الاكستريم كيس، ده احنا بقينا زي كذا، فيبدأ يبص لا ده كده ايه فعلا الكونديشن محتاج ان احنا نبدأ نبص له نشوف ايه، لا لازم نحاول نشوف حل. criteria B، criteria of comparables، المقارنات. comparisons can be made between similar operations or activities determining their success or lack of success and the causes for the differences. يعني وانا بقارن بوضح هل هي هل ده بيعكس نجاح ولا فشل، وايه هي الاسباب اللي خلت فيه difference. The report might compare the conditions found to اقارن بايه بقى to average or typical condition throughout the enterprise. criteria number C، criteria of the element. يعني هاخد بقى الايه الكونديشن اللي عندي ده وهبدأ اعمل له بروك داون، هقسمه. The reported measure should be broken down on a functional organizational basis or by elements of cost related to specific activities. هبدأ اوضح له خلي بالك دي ممكن نقسمها لكذا وكذا وكذا. criteria number D، criteria of expertise. In some cases internal audit may find it useful to rely on other experts سواء كانوا internal or external to evaluate an activity. يعني بص بقى لا مش هنحط كريتيريا، هنقول لك ان احنا بناء على الاكسبيرت فلاني اللي هو internal or external الوضع الحالي ده تقييمه كذا، يبقى الكريتيريا هنا هي الايه الاكسبرتيز الخبرة. ايا كانت الكرايتيريا فاحنا ايه لازم نوضح ايه هي الكرايتيريا اللي تم الاعتماد عليها for presenting the finding. number 3، effect of the reported finding. ايه بقى تأثير النتائج دي؟ internal audit should always consider the questions how important، عشان ابدأ اوضح لهم الماتيرياليتي when deciding whether to include an item in the audit report. هنا بقى يبدأ الايه الجادجمنت، هو احنا كانترنال اوديتورز اللي هنحكم او هنعمل assessment للماتيرياليتي if the finding is of significance or no significance، وبالتالي لو كانت not significant it may not be a finding at all، ما تستاهلش ان احنا نحطها في الجزء الخاص بالفايندينج، وإلا هيبقى كده الجزء الخاص بالريبورت فايندينج نوت جود، لأن احنا كل ده بنتكلم عن الجود اوديت ريبورت فايندينج. نمبر 4، cause or reason for the audit deviations.
the answer to the question why or reason for the deviation from requirement يعني الكرايتيريا اللي احنا حددناها standard policy should be explained briefly يعني مش مجرد بقى اكتفي بعرض الفايندينج اما اسمها جزء الخاص بالفايندينج لا لازم يوضح كمان الكوزز اور ريزونز identifying and grow a cause for a condition gives the basis for taking needed management action وده هيبدا يوضح لي ايه هو الاكشن هيحط لي بيس او اساس للاكشنز اللي المفروض المانجمنت تعمله بناء عليه بقى يبقى نمبر 5 ودي تبقى ختمه الجزء الخاص بالفايندينج الريكومنديشن internal audit recommendation what should be done audit report finding should conclude or ended by recommending appropriate corrective actions لو انتهى بالfinding بس مش هيبقى good finding لو انتهى بالreasons او effect of the finding مش هيبقى good enough لازم ينتهي بالinternal audits recommendation to correct what we have found عشان نصحح اللي لقيناه طيب كده احنا عرفنا شوية حاجات طيب ايه بقى اللي يخليني يبقى عندي better or balanced audit report هيبقى فيه شوية او some techniques to provide a better or balanced audit report Number one, provide audit reports with perspective. لازم يبقى فيه توضيح للإيه؟ لأهمية أو لتأثير الفايندينج. يعني على سبيل المثال, when listing the monetary effect of a finding, as well as the value of the entire account under review. يعني مثلا, لما أقول إن أنا عندي $10,000 لو قلت رقم وسكت انا كده ما اناش عارف هو ده material or not لكن لو قلت ان هو it is part of at 100,000 account ساعتها ده نسبته ايه 10% هيكون more severe لو قلت ان ده جزء or part of 10 مليون اكاونت ساعتها هيبقى اهميته هتبقى ايه تبقى اقل بكتير هيبقى اقل بكتير عن الحاله الاولانيه نمبر 2 ريبورت او دي تي اكومبليشمنت احيانا الفانكشن اللي احنا بنعمل لها اوديت مش بتكون عامل حاجات كويسه ما يبقاش بعرض بس الحاجات السلبيه لازم mentioning ODT accomplishment in improving controls or correcting errors together with the noted deficiencies or aspects can add much to the usefulness of the audit report as a management tool يعني واحنا بنعرض كمان لا طب خلي بالك ده هم كانوا عاملين كذا وده عمل improving للكنترول وده عمل correction لsome errors اللي احنا اكتشفناه ده هيخلي الـ usefulness of the audit report بالنسبة للمانجمنت على اعتبار ان ده اليوزر الاساسي للايه للانترنال اوديت ريبورت لان زي ما احنا قلنا هم دول اللي ليهم دايركت بينيفيت فروم ذا انترنال اوديت هيكون الـ usefulness ايه اعلى نمبر 3 show planned actions in situations where the ODT has taken or has made plans to take يعني كان في خطط هم حاطينها فعلا علشان يعملوا corrective action to correct reported deficiency prior to the completion of the audit the audit report should disclose this fact لازم كمان لو كان في خطط or actions هتتعمل هتصحح الديفيشنسيز اللي احنا اكتشفناها والحاجات دي اتعملت prior to the completion of the audit اتعملت قبل ما احنا نخلص the report should disclose this fact يعني مش دايما تبقى الصورة ضلمة لازم كمان نقول هذه الايه الحقائق number 4 report mitigating circumstances
Factors relating to the problems or conditions discussed in the audit report over with management has little or no control. يعني أحيانا بيكون المشاكل دي ناتجة عن circumstances خارج سيطرة المانجمنت أو سيطرتها عليها قليلة. لازم الفاكتورز دي تتقال. These factors lessen management responsibility for the condition. هتقلل من responsibility بتاعت المانجمنت عن الحاجة اللي احنا اكتشفناها. They should be reported as part of the cause. يعني وانا بعرض السبب هعرض معاها mitigating circumstances. لو انا ما عرضتهاش يبقى انا كده بظلم المانجمنت. بل برمي باللوم كله عليها في حين ان في conditions or problems out of their control هي كانت سبب كبير في الايه ان احنا نوصل للديفيشنز اللي تم اكتشافها. Number 5 include the audit responses as part of the audit report. The auditee should be given the opportunity to explain the basis for non-occurrence. Auditee responses to a finding may contain information that provides additional balance to an audit report. In addition to ODT may indicate other related accomplishments or add additional facts or other circumstances. يعني لازم كمان لو في إمكانية ان احنا نوضح الـ responses للـ finding اللي احنا وصلنا له. Number 6 improve audit report tonal quality. اللهجة بتاعت الـ report. The use of positive and constructive words and ideas rather than negative language. لازم استخدم positive word unless deserved, ولكن لو كان هم يستحقوا فعلا وكانت فعلا الديفيشنز اللي احنا اكتشفناها تستاهل كده لازم ساعتها نستخدم negative language. ولكن إذا ما كانش الموضوع يستحق ذلك audit report should avoid phrases indicating that the auditee failed to accomplish. يعني بلاش العبارات الخاصة بالفشل did not perform إلا لو هما كانوا فعلا كده or was not adequate على حسب درجة severity أو materiality بتاعت deficiencies أو deviations اللي ظهرت من خلال الـ internal audit engagement. طيب آخر بقى نقطة في الليكتشر الـ alternative audit report formats. هل مفيش طريقة تانية لعرض الـ internal audit report غير إن هو يبقى written وجواه مجموعة العناصر أو الـ items أو الـ element اللي احنا اتكلمنا عنهم؟ في الحقيقة في بعض الـ alternative format for internal audit report. Number one, oral report. التقارير الشفهية. شفوي. In a few situations, internal audit may want to report the interim, not the final, result of its work and any recommendations orally. ساعات بنبقى عايزين في الـ internal audit إن احنا نعرض بعض النتائج اللي لسه مش نهائية قبل ما نخلص عملية الـ internal audit. في الحالة دي ممكن نعرضها بصورة شفوية من غير report. This reporting mode should always occur when an on-site audit team reports the result to its work at an end of the audit field or closing conference before the preparation of the formal final written report. يعني ممكن يبقى احنا عايزين نعرض حاجة في حدث معين قبل ما نخلص الفورمال او التقرير الرسمي. An oral report should not be a substitute for the formal written report. ما ينفعش يكون بديل عن الريبورت formal written. يعني ممكن يبقى معاه لكن يستحيل يكون substitute. Number 2, interim on informal memo report. In situation where it is advisable to inform management of significant developments during the course of the audit or at least preceding the release of the regular final report, an interim or memo report should be used to describe the result of an oral presentation.
يعني احيانا بنعمل ريبورت ريتن بس ميمو، حاجه ملخصه كده انفورمال. في وسط عمليه الاوديت بيبقى الهدف منه ايه؟ تو ديسكرايب ذا ريزلت اوف ان اورال بريزنتيشن. يعني بيبقى في اورال ريبورت او بريزنتيشن بيبقى معاها كده ايه، شويه نتائج مختصره ميمو مذكره بتوضح the result of the presentation. Number 3 questionnaire type audit report. Questionnaire type of report can be useful interim summary to the formal audit report or serve as an appendix to the formal report document. هعرض لهم جزء في الآخر على شكل questionnaire. This format works best كملحق أو appendix where the scope of the audit review deals with fairly specific procedural matters and usually at low operational level. خاصة لو أنا بتعامل مع مستويات operational اللي هي low level. However, this type of report usually has a fairly limited range of overall usefulness. It is often used, best used as an educational tool to inform management of internal audits concern. Number 4, regular descriptive audit reports. The work should be concluded with the preparation of a formal descriptive audit report. The exact form and certainly the content of such written report will vary widely. طبعا عمره ما هيبقى بشكل ثابت. بيختلف both as between individual audit assignment سواء كان داخل نفس ال internal audit department هتلاقي الايه الريبورت مختلف او في تنوع and individual internal audit department وبين ال internal audit department من ايه من organization ل organization تاني. They may be short or long ملوش شكل ثابت ولا حتى حجم ثابت للريبورت and presented in many different formats including quantitative or financial data presentation. آخر حاجة summary audit reports. Summary audit reports ده بيظهر امتى؟ internal audit functions frequently issue an annual or a more periodic report summarizing the various individual reports issued and describing the range of their content. بطلع report مختصر ده غالبا بيتم يا اما annual or a more periodic report. الريبورت ده بيتعمل ليه؟ علشان يلخص summarize ايه هي الريبورتس اللي عملها internal audit department كأن ملخص لانجازات internal audit department خلال ايه فترة معينة. These summary reports are often primarily prepared for the audit committees or members of senior management. كأننا بنقول لهم ايه؟ دي الانجازات بتاعت ال internal audit ده اللي احنا عملناه طول السنة. فغالبا بيتم تقديمه to the audit committee or members of senior management. في نهاية الليكتشر دي أتمنى إن إحنا نكون في نهاية المادة بقى عندنا ولو فكرة بسيطة باعتبارها إن دي أول مادة أوديت بتدرسها عن الأوديت بصفة عامة، عن الفرق ما بينها وما بين internal audit والإكسترنال أوديت. عرفنا إيه هي أهم البروسيدجرز اللي أي أوديتور بيعملها، عرفنا الأوديت إيفيدنس، عرفنا الوركينج بيبر، عرفنا ايه هي الاوديت ريبورت، واتخدنا طبعا في البداية خالص before midterm خدنا ايه هي الانترنال كنترول وليه بقت حاجة مهمة جدا. اتكلمنا عن الريسك مانجمنت، اتكلمنا عن الكوربوريت governance، خدنا فكرة مش قليلة عن الاي تي انفايرومنت سواء انعكاساتها في مجال الانترنال كنترول او في مجال الانترنال اوديت. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في امتحاناتكم، وأشوفكم إن شاء الله السنة الجاية كلكم في سنة رابعة،
وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.